أنا زين تستيف رئيس النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات. اليوم كان لنا الشرف أننا نستمع يعني الخطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وكان خطابا قويا، خطابا يعني أسس فيه صاحب الجلالة لاستمراره في الدودي عن الوحدة الترابية من خلال يعني فضح مجموعة من الأمور التي تتعلق يعني بالمتاجرة، يعني متاجرة أعداء الوحدة الترابية بقضية الصحراء المغربية، وأكد على أن ضرورة تضافر الجهود لاستمرار يعني الحشد، يعني الاعتراف بمثل المغربية الصحراء. وأكيد أن الخطاب كان أيضا يعني رسالة قوية لمواصلة جهود يعني الدبلوماسية لطبعا تأكيد مغربية الصحراء، وتأكيد يعني الاقتراح المغربي الذي يتعلق بالحكم الذاتي، وتجاوز الأطروحة القديمة للاستفتاء التي يعني يعرضها أعداء يعني الوحدة الترابية. أيضا كان الخطاب مناسبة للوقوف على يعني مسألة الدبلوماسية الموازية التي يعني تجسدها اهتمام صاحب الجلالة بالجالية المغربية بالخارج، وقد أسس لهذا يعني المؤسسة أو يعني جديدة هي المؤسسة المحمدية للجالية المغربية، وهي طبعا ستساهم في تأكيد يعني دور المغاربة، مغاربة العالم، في طبعا إحقاق حقوقهم الوطنية، ولكن أيضا إدكاء روح الإبداع الذي يعني يتمتعون به للدفاع عن الحقوق والقضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى إلى وهي قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة. عمر نجا فاعل جمعوي. خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، خطاب اللي فيه مجموعة من الإشارات الأعداء ديال الوحدة الترابية على مستوى الخارج. فهذا الإطار يعني دعا أيضا جلالة الملك الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار هذا، كما تمت الإشادة بالتعبئة المجتمعية للجالية المغربية بالخارج على يعني تجندها الدائم لنصرة القضية الوطنية خارج أرض الوطن، ودعا في هذا الصدد إلى يعني هيكلة المجلس أو المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الإطار هذا، ثم إحداث المؤسسة المحمدية لعمال الخارج للجالية المغربية بالخارج للإطلاع بأدوار مهمة خصوصا فيما يتعلق بالتأطير اللغوي والديني في هذا الصدد هذا. نور الدين بويقبه فاعل جمعوي بجهه درعا دافلات واقليم ورزات خاصه. اليوم بكل اعتزاز وفخر انه نحتفلوا بالذكرى 49 لتخليد الشعب المغربي للمسيره الخضراء المضفره. حنا في ورزات بطبيعه الحال واكبنا دائما هذه الاحتفالات بمناسبه المسيره الخضراء بمسيره مضفره اللي قمنا بها من ساحه الموحدين حتى المقر قصر المؤتمرات هنا لمتابعه الخطاب المالكي، وكبتها ايضا ندوات في الموضوع وما حققته الدبلوماسية الرسمية المغربية في القضية الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية والنجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية تحت رئاسة بطبيعة الحال لسيدنا الله ينصره. واليوم بطبيعة الحال حضرنا الخطاب الملكي اللي بطبيعة الحال بالذكرى دائما 49 للمسيرة الخضراء اللي سيدنا الله ينصره بطبيعة الحال أكد على 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 أن الملف حسم، وأن المتربصين بالوحدة الترابية للمملكة لما بقى لهم والو انهم يقلبوا عليه، وان بطبيعه الحال المغرب كيفتح الايدي ديالو لكل زعما اللي بغى بطبيعه الحال انه يشتغل تحت بطبيعه الحال الاستراتيجيه المغربيه. ومثلا من يتربص بمنفذ المحيط الاطلسي فبطبيعه الحال المغرب فتح يديه لهذه المساله هذه بطبيعه الحال حسب ما متوقع صاحب الجلاله في خطاب الملكي. وايضا هذه المسيره الخضراء هي فرصه ان خاصه لابناء مدينة بورزازات، أبناء مدينة بورزازات نستحضر بكل اعتزاز الحضور ديال الآباء ديالنا والأجداد ديالنا اللي كانوا في الصفوف الأولى للمسيرة الخضراء، ونحن أبناء هاد الآباء كناخذوا المشعل، وحنا مستعدون أننا نكونوا دائما جنود مجندين وراء صاحب الجلالة وتلبية لنداء الوطن في أي وقت وحين. السلام عليكم، معكم مولاي المحجوب الناجي. جينا كنحيو الذكرى 49 ديال المسيرة الخضراء
اللي مؤسسها الملك الحسن الثاني رحمه الله. جينا لعند الأخت نزهة فلحة، كان حيو مع الذكرى 49 من مدينة بن قرير إلى مدينة ورزازات. نتمنوا لها إن شاء الله التوفيق في هذه المؤسسة اللي دارت، الله يسر لها الأمور، ونتمنوا إن شاء الله التوفيق لجميع المغاربة والمغربيات، ونتمنوا إن شاء الله الرحمة والهنا. وتحياتي لجميع الإخوان والأخوات اللي في هذه المؤسسة مع الأستاذة نزهة، الله يسر لهم الأمور. ودائما احنا من مدينة ورزازات. الوسامات، الوسام هذا الوسام ديال المسيرة الخضراء، مشارك في المسيرة الخضراء. هذا الوسام ديال هذا الوسام ديال النجم الحربي، هذا الوسام ديال الوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، هذا الوسام ديال واد الذهب 79، هذا الوسام ديال الحزام الثالث اللي منه النهاية. ونتمنوا إن شاء الله الله يشافي سيدنا، والله ينصره، والله يقعد بوساده، والله يخلي له الأمير مولاي الحسن والأسرة العلوية. ونتمنوا الهنا لهذا المملكة المغربية، وكنرحم على جميع الجنود اللي توفوا في هذه الصحراء باش حروا هذه الصحراء، وكنرحموا على جميع الناس اللي طلعوا لنا الرايه المملكة المغربية جيش التحرير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما الشعار ديالنا الله الوطن الملك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.